طيب محمود، احنا يعني احنا كمصريين، يعني احنا مثلا كمشجعين عاديين كلنا بنبقى مبسوطين بحدث زي ده وبنحس بالفخر بشكل كبير جدا انه مصر طالعه بشكل مشرف، سواء بقى في اداء لعيبه، سواء في تنظيم، سواء في احتفاليه، في كل ده. انت يعتبر واحد من اللي احنا فخورين بيهم لان انت واحد شاركت في عمل مهم زي ده. قول لنا التجربه نفسها، يعني ممكن يكون كان ليك اكيد حاجات قبل كده وكان ليك شغلك قبل كده، ولكن التجربة المرة دي مختلفة. حسيت بإيه؟ يعني أنت كنت حاسس بفخر إن أنت مشارك بحاجة زي دي؟ هو أكيد طبعاً ليا الشرف وليا الفخر أكيد ده شارك في حدث قبل كده، خاصة أنا عملت تماثيل كتيرة جداً بس كان يعني مش ناس كتير بتشوفها، ويا دوبك أصدقائي والناس اللي عندي على الفيسبوك خلاص. لكن دي حاجة اللي أعتقد الناس كلها شافتها والحمد لله عاجبة ناس كتير جدا، فأكيد كانت حدث بالنسبة لي كبير جدا وكنت مبسوط قوي. واحنا كمان مبسوطين ومبسوطين باللي انت عملته كمان يا محمود، فخورين بيك جدا وان انت كمان خلصته في وقت قياسي جدا. الحمد لله. الحمد لله. اتمنى يعني الوقت الجاي يبقى اكبر من كده شويه. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا محمود، و احنا نقول لك تاني مرة تانية فخورين بيك جدا، وربنا يوفقك يا رب وتسلم ايدك.